السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول إشي يعني أتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله ربنا إنه ينهي هاي الطوارئ بسبب فيروس كورونا قريبا إن شاء الله. أنتم عارفين بسبب الظروف اللي صارت إحنا راح يتحول تعليم لتعليم عن بعد. فأول أسلوب في التعليم عن بعد والمهم هو هذا، هو تسجيل المحاضرات، لأنه لحد الآن الدخول على المودل وإعطاء المحاضرة أونلاين واجهتنا كثير من المشاكل، زائد إنه في احتمال إنه الطلاب اللي ما عندهم إنترنت سريع يكون التعامل مع المودل صعب جدا، لأنه حتى الطلاب اللي كان عندهم تعامل إنترنت سريع كان الموضوع صعب شوي. فإن شاء الله راح نتبع الأسلوب التالي. بداية راح أسجل المحاضرات فيديو بهذا الأسلوب اللي هو سكرين ريكوردر. طبعا في وسائل تعليمية في نفس هذا هذا من بوينتر أو من كتابة وكذا. إن شاء الله راح أنزل المحاضرات قدر الإمكان بداية الأسبوع، بحيث إنه يكون محاضرات الأسبوع متوفرة وتبلشوا تقرأوها أو تحضروها يعني. فالأفضل إنكم تتبعوا كأنكم في المحاضرة، يعني اطبعوا الشابتر واحضروا الفيديو، خذوا ملاحظاتكم. وإن شاء الله أنا في موعد المحاضرة راح أكون موجود على المودل وأبلش محاضرة إن شاء الله، بس نحل مشكلة السيرفرات. راح أكون موجود على المحاضرة وأستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. طبعا اللي بده يحضر في أي شعبة ما في مشكلة، أنا ببين عندي ميل الحضور، لكن حضور الفيديو إجباري والحضور على الإلكترونية إلزامي. لكن اللي عنده مشكلة بالنت وخصوصا الطلاب اللي في مخيم زعتري، فراح نشوف كيف نعالج هاي المشكلة. ما راح يكون لهم حساب على موضوع الحضور الإلكتروني، لكن لازم يشوفوا الفيديوهات. كمان أنا عملت جروب على هانج أوت راح نستخدمها في يعني استفساراتكم، وعملت قناة للتليجرام، هاي راح أجرب أصير أطلع عليها برضو المحاضرات. المحاضرات راح ارفعها على المودل وعلى قناة تليجرام، وبرضو عملت على جوجل كلاس روم. يبدو انه مناسب وهو اشبه بالمودل، لكن كونه على جوجل ما فيه تعليق. برضو راح ارفع المواد على جوجل كلاس روم، وعشان اللي عنده مشكلة في اي من الابليكيشن يقدر يستخدم الثاني. كمان في عندي اللي هو موضوع الامتحانات. موضوع الامتحانات لحد الآن ما نبت فيه بالجامعة، لكن أغلب الظن بده يكون إلكتروني. وأتوقع أنا إذا المودل صار فيه مشاكل تعليق راح نكون اعتمادنا على امتحانات في الجوجل كلاس روم. طبعا بعثت لكم أنا بالإيميلات وعلى الجروب، وراح أرجع أنزل لكم إياها لينك للاشتراك في الهانج أوت، أو لللينك للاشتراك في التليجرام، أو لللينك أو الكود لدخول الكلاس روم تبع الجوجل. اوريدي يمكن حاليا في حوالي 45 طالب على التليجرام، وإن شاء الله خلال اليومين نحل كل هاي المشاكل الفنية. بس لأنه إجا الموضوع مفاجئ لجميع الجامعات ولجامعتنا، فإن شاء الله ما بيطول حل الموضوع فنيا إن شاء الله. تمام، هاي ما شاء الله حتى على جوجل كلاس روم هي بتطلع عليه، كثير منكم داخلين وصاروا موجودين عليه. تمام، نبلش احنا في المحاضرات. فاحنا اتوقع وصلنا مع كل الشعب، يمكن ما عدا شعبة واحدة، عشان هيك راح اعيد شوي وبنهي مراجعة على الشعب الثانية. فاحنا كنا نحكي عن البيرز لو. فبالبيرز لو انا اوريكم انه ممكن نستخدم اكثر من اسلوب. فبالبيرز لو هو عبارة عن قانون اكتشفه مجموعة من العلماء، منهم بيرز ولامبرت وبوغر، لكن هو مشهور ببيرز لامبر بيرز لامبرت لو. البيرز لو ايش هو؟ البيرز لو هو علاقة بتربط ما بين الابزوربنس وبين الكونسنتريشن. فالكونسنتريشن اللي هو السي علاقته مع الابزوربنس وعلاقة طردية، يعني كل ما زاد تركيز المحلول كل ما زادت ابزوربنس
لكن كمان في علاقة طردية بين البي اللي هي الباث لينث. فكل ما زادت الباث لينث بتزيد الابزوربنس، زي ما حكينا في اكثر من مرة انه كل ما تعرض اللايت لمولكيولز اكثر كل ما صار الامتصاص اكثر. بتعرض المولكيول بامتصاص اكثر اذا كان تركيز سوليوشن عالي او البي اطول. طبعا عادة احنا السلة المستخدمة في اليو في سبكتروفوتوميتر هي 1 سنتيمتر، فعادة بكون هذا الفاليو 1. هسا انتبهوا معي، هاي القيمة اللي هي الاي اللي هي الفاكتور او الكونستانت، هذا الكونستانت اللي اسمه ابزوربتيفيتي. هذا الابزوربتيفيتي اللي هو وحدته الجي ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1. تذكروا انه الابزوربنس ما له وحدة، يعني وحدة الابزوربنس واحد، ما في وحدة جنبها. لما يعني اكتب ابزوربنس مثلا 0.8 بكتب فقط يعني اذا كتبت هيك هذا 0.8 ما بيكون في هنا جنبها اي وحدات، مثلا 0.81 الابزوربنس، يعني ما في 0.81 سنتي او كذا. فعلشان هيك لازم يكون حاصل ضرب البي والسي يساوي واحد، علشان هيك البي وحدتها سنتيمتر والسي وحدته في هاي الحالة اللي اسمه absorptivity الوحدة تبعت السي هو جرام لكل لتر. هذه جرام، ان شاء الله يكون هيك واضح، لكل لتر، والسي والبي هو سنتيمتر. فلازم تكون هاي الاي اللي هي الابزوربتيفيتي لازم يكون الوحدة تبعتها عكس هذول الوحدتين بحيث انه تلغيهم. علشان هيك لازم تكون الوحدة تبعتها اللي هي جرام لكل لتر، عكسناها لتر لكل جرام، والسنتيمتر عكسناها سنتيمتر ماينس واحد. نكمل. اذا كان استخدمنا الكونسنتريشن هذا بالمولر والبي طبعا بالسنتيمتر، بتصير هاي اسمها مولر ابزوربتيفيتي، وبتصير الوحدة هي عكس المول لكل لتر اللي هي لتر لكل مول، وبصير في عندي عكس السنتيمتر لسنتيمتر ناقص واحد، فبصير في عندي اللي هو الوحدة هي وحدة الابزوربتيفيتي، مول الابزوربتيفيتي. فكمان مرة في عندي الاي، الاي هي الابزوربتيفيتي وهي وحدتها لتر لكل جرام لكل سنتيمتر، والاب مولر ابزوربتيفيتي اللي هي نفس قانون بيرز لو، لكن الابسلون اللي هي المولر ابزوربتيفيتي بتكون وحدتها مول او معكوس المول ومعكوس سنتيمتر. ان شاء الله انه هذا واضح. فالبيرز لو فور مونوكروماتيك راديشن، هاي نقطه مهمه، انه البيرز لو ينطبق على المونوكروماتيك راديشن. فلازم تكون اللايت اللي طالع من المونو من المونوكروميتر قل ما الباند ويدث، بتذكر حكينا عن الباند ويدث، فلازم تكون مينيموم اقرب الى الواحد. فالمونوكروماتيك راديشن بينطبق على البيرز لو، فبصير الابزوربنس دايركتلي بروبورشنال تو ذا بي اند سي. هذا المجموعة من التيرمز. احنا انا عندي البي نود، البي نود هي الطاقة الداخلة لللايت على السامبل، والبي هي الطاقة بعد ما صار الامتصاص جوا السامبل، والبي هو الباث لينكث. فعلشان نحسب الترانسميتنس، ترانسميتنس يساوي اللي هو البي على البي نود، البي على البي نود. الابزوربنس هو انا رايي دائما احفظوا هاي، انه الابزوربنس يساوي ماينس لوج تي. لوج تي ايش هو؟ لوج تي، التي هي البي على البي نود، فبصير اذا بدنا نشيل الناقص بصير لوج البي نود على البي. لكن كمان مره انا بنصحكم احفظوا دائما انه التي هو سهله، انه البي نود البي الطاقه اللي طلعت من السامبل تقسيم البي نود، هذا هي التي. والابزوربنس هو ماينس لوج التي، وهنا بعوض التي. تذكروا دائما انه اعلى قيمه للتي لازم تطلع واحد، يعني بي على بي نود ماكسيمم قيمتها واحد،
تمام؟ يعني ما في مجال تطلع رقم أكثر من واحد. فعلشان هيك ممكن تلاقي الرقم هذا إنه 50% ترانزميتنس هيك مكتوب. تذكروا إنه هذا الرقم المقصود فيه 50% هيك، يعني 5 بالعشرة، تمام؟ فهو فعليا هذا هو التي. إذا كان ترانزميتنس 50% معناته التي يساوي 0.5، هذا لازم استخدمه في تعويض في القانون. فالبيرز لو راح يكون إبسلون بي سي أو اي بي سي. تذكروا إبسلون يعني مولر أبزربتيفيتي، يعني التركيز المستخدم هنا مستخدم في المولر. إذا كان التركيز هنا بالجرام بير لتر فبصير القانون A تساوي A بطلت إبسلون B C، وهنا التركيز راح يكون بالجرام لكل لتر. سامحوني يمكن لأنه مش بسهولة استخدام البوينتر الإلكتروني في الكتابة، تمام؟ إن شاء الله الأمور واضحة للجميع. كمان مرة هذا ملخص اللي هو شو يعني P node، شو يعني P، شو يعني absorbance، شو يعني T، شو القانون الباث لينكث، شو يعني الـ concentration، الـ absorptivity والmolar absorptivity. كمان مرة هذه القيمة اللي هي الـ absorptivity هي اللي مستخدمها عشان حساباتنا. يعني إذا كان عندي مادة تركيز unknown solution بدي أعرف له كم تركيزه، شو بنعمل؟ لازم انه انا اجيب ستاندر، هذا الستاندر منه اطلع الـ A تساوي B على C. يعني انا كان عندي القانون اللي هو الـ A تساوي A على B في B على C. فاذا انا جبت مادة ستاندر، شو يعني ستاندر؟ هاي STD، معلش هون الكتابة سيئة. ستاندر هي مادة معروفة التركيز، يعني مادة موجودة عندي منها، ممكن اشتريها من اليو اس بي او من الاي بي او من البي بي، من الفارماكوبيا، بكون اسمها يو اس بي ستاندر، ريفرنس ستاندر. يعني اذا كان تحليلي للباراستامول فراح اشتري ريفرنس ستاندر باراستامول، واجي احضر من هذا الريفرنس ستاندر تركيز معلوم. يعني فرضا بدي احضر 1 ملغرام بير ML، أحضر 1 ملغرام ML ستاندر، فصار عندي هذا التركيز 1 ملغرام بير ML. البي والA مثلاً البي 1، لكن حتى لو ما عرفته مو مهم. هسه الأبزوربنس رقم راح يعطيني إياه الجهاز، ممكن يعطيني مثلاً 0.82، فمنه راح أقسم ال 0.82 اللي هو هذا، خليني أمحي هذا الرقم. راح أقسم هذا على B، آسف راح أقسم هذا الرقم على ال C concentration. ليش؟ عشان أطلع ال absorptivity. يعني راح اقسم هذا على C فراح يختصر هذا، فبطلع عندي هذا الرقم اللي هو A B، اللي هي راح استخدمه في حسابات الانون. يعني صار عندي معروف كم مرة عشان ما نضيع، هذا الستاندر فيه absorbance وفيه تركيز معلوم انا حضرته بايدي، حضرته 1 ملغرام بير ميل. قسمت ال A على C اللي هي 1 تساوي 1، فطلعت قيمة A B. يعني ما بزبط اروح اطلع انا على قيمة الابزوربتيفيتي اللي هي A او المرة الابزوربتيفيتي من الجداول، ما بزبط، لازم اطلع الابزوربتيفيتي في وقت التحليل، لانه حسب السولفنت حسب الجهاز راح يختلف الابزوربتيفيتي. فانا راح اطلع هذا القيمة، بعدين راح يكون عندي مثلا للسامبل اختصرها ب SMB. هاي السامبل بحضر ترك باخذ منها unknown تركيز، هاي unknown ما بعرف كم تركيزها، لكن بحطها على الجهاز، الجهاز بيعطيني absorbance،
نفترض انه اعطاني absorbance 0.96 فرضا. هذا الابزوربنس صار عندي معروف، قانون بيرزو تذكروا هو A تساوي A B ضرب C. هسا صار هذا C unknown، ما بعرفه، أنا بدي أعرف للسامبل. هسا الـ A معروف لأنه الـ A اللي هو رقم 0.96، فهنا 0.96 يساوي الـ AB. هسا هو اللي طلعناه من الستاندر، هذا الستاندر لما قسنا له الأبزوربنس وإحنا نعرف تركيزه طلعنا الـ AB فاستخدمناها هون، فصفى عندي مجهول في العين في المعادلة هاي كلها اللي هو إيش، اللي هو تركيزه النون. هذا هو أسلوب الكوانتيتيشن. أسلوب الكوانتيتيشن في بيرز لو إني أطلع قيمة الأبزوربتيفيتي، يعني حتى لو كنت بستخدم جهاز ما بعرف كم البي، فأنا لا بستخدم نفس السل للستاندر وللسامبل، فبطلع عندي دائما الـ AB كفاليو. هذا ملخص تقريبا إنه الـ absorbance directly proportional to the concentration C of the solution of the sample used in the experiment. The absorbance is directly proportional to the length of the light path B. يعني كل ما زادت B كل ما زاد الأبزوربنس. كمان مرة نتذكر إنه الأبزوربنس unitless، يعني ما في وحدة للأبزوربنس، هاي بيساعدنا في تذكر وحدة الأبزوربتيفيتي واللي راح نحتاجها في الحسابات. أوكي، إحنا حكينا عن الأبزوربتيفيتي، بدي أشدد على نقطة إنه الأبزوربتيفيتي هي خاصية لكل مادة، يعني الباراستامول بيكون له ابزوربتيفيتي مختلفة عن ديكلوفيناك، مختلفة عن الايبوبروفين كمواد، لكن في نفس الباراستامول الابزوربتيفيتي بتختلف باختلاف الابزوربنس. يعني مثلا اذا كنت بحكي انا عن باراستامول، الابزوربتيفيتي تعتمد على اللامدا، وممكن مثلا تكون على لامدا مثلا 220 نانومتر، تكون الابزوربتيفيتي فرضا 10، ارقام من عندي هاي، على 250 ممكن تكون 30، على 280 معلش سامحوني لساتني مش محترف على هذا الكتابة، ممكن تكون مثلا 1000. زي ما انتم ملاحظين انه للباراستامول الابزوربتيفيتي مش ثابته، يعني ما بقدر احكي انه الابزوربتيفيتي للباراستامول هي 100، لا لازم احكي الابزوربتيفيتي للباراستامول على 220 تساوي 10. بالعاده ممكن نكتبها هيك انه الابزوربتيفيتي مثلا للباراستامول نكتبها بخط صغير تحت مثلا على 220 يساوي 10. هذا معناته انه الابزوربتيفيتي على 220، فهذا لما تشوف الرقم الصغير جنب الابزوربتيفيتي هذا معناته انه الابزوربتيفيتي على 220 تساوي 10. طبعا هاي امثله، انا ما بعرف قديش بالضبط حاليا الباراستامول الابزوربتيفيتي. فكمان مره الابزوربتيفيتي هي قيمه بتختلف باختلاف الماده، لكن في نفس الماده تختلف باختلاف الويف لينث، على كف الويف لينث مختلف. هسه الابزوربتيفيتي والابسيلون او المولر ابزوربتيفيتي هي اسمها intensive property، مفروض اخذتوا هذا بالكيمياء العضوية بالكيمياء العامة. intensive property هي خواص للمادة لا تعتمد على حجمها او كميتها، يعني زي الميلتينج بوينت. الميلتينج بوينت للووتر ما بيختلف اذا كان الميلتينج بوينت اسف بويلينج بوينت للووتر ما بيختلف اذا كان للتر ولا لنص لتر ولا لعشرة لتر، راح يضل البويلينج بوينت تبعت المي مثلا حوالي 100. لكن extensive property هو بيعتمد على الحجم، يعني مثلا اذا الماس للماتيريال بيزيد بزياده الحجم. فالA والإبسلون هو خاصيه intensive property، لكن الابزوربنس وليس الابزوربتيفيتي هو خاصيه extensive property، لان كل ما زادت الكميه كل ما زادت الابزوربنس. اوكي، وزي ما حكينا هنا absorptivity
constant value for each compound at specific wavelength. طبعا في فاكتور ثاني اللي هو الحرارة بس ما راح نحكي عنه، يعني ممكن تختلف الابزوربتيفيتي باختلاف الحرارة، لكن لا تفكروا فيه هسه. المهم تعرفوا انه المادة الواحدة لها ابزوربتيفيتي مميزة على كل لامدا مختلفة عن باقي المواد. اوكي، هذا توضيح للبيرز لو، ان الطاقة الساقطة البي نوت والطاقة الخارجية البي، وهذا البي اللي هو البي اللي هو الباث لينكث، والترانزيتنس هو البي على البي نوت. يعني في هذا المثال في عندي الطاقة الساقطة 10,000 والطاقة الخارجية 5,000. علشان احسب انا الترانزيتنس فلازم احسب البي على البي نوت، فالبي الطاقة اللي طلعت من بعد السامبل فهي 5,000، والطاقة اللي طلعت اللي كانت داخلة في السامبل هي 10,000. فخمسة آلاف تقسيم 10,000 راح يساوي 0.5، فالترانسميتنس 0.5. فلو أجيت أحسب أنا الأبزوربنس لهذا السوليوشن فلازم أحط أبزوربنس يساوي ماينس لوج التي، يعني ماينس لوج ال 0.5. ذكروا لازم يكون الرقم ماكسيمم واحد، فبطلع معاي قيمة الأبزوربنس يعني 0.3010. فإذا كان هذا الجهاز فهذا السامبل حطت في الجهاز راح يعطيني هذا الرقم. هذا أسلوب ثاني علشان نطلع الأبزوربتيفيتي. يعني في الأول حكينا إنه إحنا ممكن نستخدم التركيز واحد من الستاندر ونطلع منه الـ AB ونحسب عليه السامبل. هنا ممكن نستخدم أكثر من تركيز، يعني هذا اسمه standard calibration curve. standard calibration curve هذا كيف بنعمل هذا ستاندرد كالبريشن كيرف؟ نيجي بنحضر سلسلة من التراكيز للستاندرد، يعني بجيب الستاندرد عشان هيك اسمه ستاندرد كالبريشن كيرف كونسنتريشن، فباجي بحضر مثلا 0.2 مثلا هذا التركيز بالمليغرام، وآسف هذا التركيز بالمولاريتي، فيعني 0.2 مولر مثلا، 0.4 مولر، 0.6 مولر، 0.8 مولر مثلا، 1 مولر، كل هذولا بالمولر. هسه بروح على الجهاز وقيس الـ A. معوجة دقيقة شوي. اوكي، انا بحط على الجهاز وبقيس الـ A، يعني بجيب هذا السوليوشن بقيس الابزوربنس. فرضا طلع معي الابزوربنس 0.1، فباجي هون مثلا هاي التركيز 0.2 مثلا طلع معي الابزوربنس. طبعا هذا الخط ما بيكون مرسوم، انا راح ارسمه. مثلا بطلع معي الابزوربنس هيك يساوي 0.1، بعدين عندي 0.4 0.6 0.8 مثلا 1، ونكمل سوا. طبعا كل سوليوشن من هذول راح اقيسه على الجهاز، ممكن هذا يعطيني ابزوربنس 0.2، هذا ممكن يعطيني absorbance 0.3، هذا يعطيني absorbance 0.4، هذا يعطيني absorbance تقريبا 0.5. راح أصير أرسم كل واحد. هذا الـ 0.4 مفروض يعطيني فرضا، آسف، الـ 0.4 أعطاني 0.2، فباجي هنا هذا الـ 0.2 بوصل بخط بين هذا وهذا، معناته عندي هون الخط.
وكذلك باقي النقاط بيطلع هون هون. هسه باجي برسم الخط هذا الابيض اللي انت شايفينه اللي هو لينير ريليشن لينير لاين بين الخطوط، وتعلمنا بالكيمياء التحليليه اللي هو طريقه الرسم اللي هو ميثود اوف ليست سكوير. لكن فعليا اللي راح تعملوا انتوا راح تحطوا هاي الداتا اللي هي الستاندرد كونسنتريشن والابزوربنس على الاكسل شيت، والاكسل شيت راح يرسم لك هذا اللاين احسن لاين بناء على ميثود اوف ليست سكوير. هسه شو بهمنا؟ انه هذا اللاين هو للعلاقه الخطيه هذا اللي هو الاي تساوي اي بي سي او ابسلون بي سي حسب التراكيز. في حالتنا كونه هاي التراكيز بالمولر هو اي هو ابسلون بي سي، فلما اجي اطلع ميل الخط المستقيم هذا اللي هو السلوب يساوي شو يساوي السلوب هون؟ يساوي ابسلون في بي. تذكروا انه هاي معادلة خط مستقيم، يعني معادلة الخط المستقيم بيكون في عندي الواي اللي هو في حالتنا الاي يساوي السلوب اللي هو في حالتنا مثلا ابسلون او في مع الاكس اللي هو السي طبعا زائد اللي هو الواي انتر سبت. معلش على الخط، انا بهمني الواي انترسبت هو تقاطع الواي مع الخط الواي اكسس، تقاطع الخط مع الواي اكسس. فاذا كان صفر بيكون هذا صفر، وتتقاطع معه فوق او تحت بيكون زائد او ماينس، ما بهمكم هسه. المهم انه هاي معادله الخط المستقيم، انه لما ارسم الاي مع السي راح يكون الميل او السلوب هو هذا الرقم. فانا برسم الخط بين مجموعه من التراكيز ومجموعه من الابزوربنس بيطلع عندي السلوب اللي هو الابسلون في بي. فهذا بديل عن الطريقه الاولانيه اللي احنا عملنا بس بوينت واحده، هون عملنا مجموعه من تراكيز. لكن للمعلومه في الصناعه الدوائيه المستخدم هو الطريقه الاولى، وراح ناخذ عليها امثله ان شاء الله، انه هي نحسب الستاندر واحد على تركيز واحد، نحسب انه كم الاي بي اللي هو السلو اللي هو بقسمه الابزوربنس على الكونسنتريشن، ونصير نستخدمها في حسابات السامبل والانون. هذا تمثيل على البيرز لو. البيرز لو اللي هو انه بزياده الباث بيختلف الابزوربنس. في حالتنا هاي الابزوربنس 0.82، لكن هذا بدون وجود سامبل. لما حطيت السامبل صارت 0.62. إذا حطيت 2 sample cell يعني زدت البي راح يصير 0.42، راح ينقص طبعا بنفس القيمة. يعني هذا نقص من 0.8 لل 0.62.2، راح ينزل إذا حطينا نفس السامبل بنفس الحجم ينزل كمان 0.2. إذا حطيت كمان واحدة فهي هي إنه العلاقة بتزيد بزيادة البي. طبعا في هذا الويف لينث ديبندنس للاي، إنه اختلاف الويف لينث ممكن يؤدي لاختلاف الأبزوربس. فعلى هاي الويف لينث ما بعرف شو الويفلينث، يعني مثال نعتبرها 250 فرضا، فهاي 0.8. لكن على اللامدا الثانية نفترضها هاي مثلا 220، كانت اللامدا الابزوربنس 0.3. كمان مرة شو السبب؟ لأنه الابزوربتيفيتي بتختلف باختلاف اللامدا. يعني احنا في هاي الحالة هذا التركيز هو نفسه هذا التركيز، لكن هذا التركيز اعطاني 0.8 وهذا التركيز اعطاني 0.3 بسبب اختلاف اللامدا. باختلاف اللامدا بتختلف الاي. احنا اعطينا هاي الامثله، لكن انا اتذكر ان هاي مراجعه، وفي واحد من المحاضرات التغت يوم الخميس، فعشان هيك انا عم بعيدهم، وفرصه انكم تراجعوا اللي حكيناه المره الماضيه. السؤال هنا انه في عندي مادة الماكسيمم ابزوربن 275، راح نحكي عن هذا الموضوع بعدين. انه احنا لما نيجي نعمل حسابات الـ A تساوي الـ B الـ A الابزوربن تساوي A B C، ناخذ لامدا واحدة مونوكروماتيك لايت، عادة نختار اللي هو اشي بنسميه هذا اعلى لامدا اللي هي راح نسميها لامدا ماكس. ليش بنختارها لامدا ماكس؟ راح نحكي عنه بعدين. فالابسلون على 275 كان 8400
مولر ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1. The path length is 1 سنتيمتر. Using a spectrophotometer, you find that the absorbance is 0.7. What is the concentration of this material اسمه guanosine؟ بدنا نطبق على قانون البيرز لو اللي هو to solve بيرز لو A تساوي epsilon، طبعا هاي B معلش هاي خربطة، لازم تكون epsilon B C. فالابزوربانس 0.7 هذا هو الابزوربانس، وعندي الابزوربتيفيتي اللي هو المولر ابزوربتيفيتي 8400. دائما حط الوحدات عشان تتأكد انه صار في اختصار للوحدات. ضرب طول الباث لينث 1 سنتي، واللي بضل الكونسنتريشن هو المجهول. تأكد فبنحله بيطلع معي الجواب 2.833 ضرب 10 ماس 5 مول لكل لتر، ولازم يطلع مول لكل لتر لانه هذا اختصرناها مع هذا. صفت الوحده ايش هي؟ m minus 1، لكن لان الكونسنتريشن هنا هذا تروح على الجهه الثانيه، فالماينس 1 بتصير 1 فبصير مول لكل لتر. الاكزامبل الثاني انه عندي سبستانس تركيزه 4 جرام بير لتر، لينث للكيوفيت، كيوفيت تذكروا هي السامبل سيل is 2 سنتي، and only 50% of the certain light beam is transmitted، يعني نص اللايت اللي وقع على السامبل طلع من الجهة الثانية. فمعناته هيك شو الترانسميتنس؟ لازم تلقائي تعرف ان الترانسميتنس يساوي 0.5، لا تستخدم الرقم 50%. فأنا بدي أحل المعادلة علشان أطلع الأبزوربتيفيتي. بالأول بدي أطلع الأبزوربانس، الأبزوربانس يساوي P على P نوت اللي هي log P log 0.5. الأبزوربانس طلع معي 0.30. هسا قانون بيرز لو إنه الأبزوربانس يساوي أبزوربتيفيتي في الباث لينث اللي هو البي في التركيز بالجرام بير لتر. ذكر هنا إنه أنا بطلع الأبزوربتيفيتي A، فلازم يكون التركيز اللي بدي أستخدمها بالجرام بير لتر، وفعلا بالسؤال جرام بير لتر. يعني في حال كنت اطلع المولر ابزوربتيفيتي ما بزبط استخدم جرام بير لتر، لازم احولها للمولاريتي. فبحل المعادله هاي علشان اطلع قيمه الاي، اوكي، فطلع معنا الاي 0.0376، والوحده الاي الابزوربتيفيتي اللي هي معكوس الجرام بير لتر ومعكوس سنتيمتر. طيب لو كنا بدنا نعرف المولر ابزوربتيفيتي ابسيلون لهذا السؤال نفسه، لكن لازم اكون معطيك اللي هي كم المولكولار ويت لهذا الكومباوند. فهذا الكومباوند 100 جرام لكل مول، فبناء عليه لازم انا يطلع عندي الابسيلون يساوي الاي ضرب المولكولار ويت. طبعا يمكن شرحها هون شوي صعب، لكن راح ارجع اشرح لكم اياها. انه انا بالعاده بستخدم اسلوب حذف الوحدات، فانا بدي اطلع ابسلون، والابسلون لازم تكون وحدته ايش حكينا اللي هي الابسلون، نختصر هذا الرقم مع هذا الرقم بيطلع عندي اللي هو مولر ماينس 1 في سنتيمتر ماينس 1، هذا الوحده لازم تطلع معي، تمام. فانا موجود عندي اللي هو الرقم هذا 0.0376. شو هذا وحدته؟ هذا وحدته لتر لكل جرام. طبعا والسنتيمتر ماينس موجودة، فأنا صار لازم أحول اللتر لكل جرام للمولر ماينس 1. طيب المولر ماينس 1 خلينا اكتبها بطريقة ثانية، مولر ماينس 1 هو مقلوب المولاريتي اللي هي بدل مول لكل لتر، لتر لكل مول. فأنا اللتر موجود عندي هنا، لكن بدي أضرب الجرام وألغيها ويظهر عندي المول، فلازم أضرب هنا في وحدة، نضيق المساحة، لازم اضرب في وحده هنا بحيث انه يكون عندي جرام فوق والمول تحت.
فبهالحاله بختصر الجرام مع الجرام وبنتج عندي مول. شو هي الوحده الجرام لكل مول؟ اللي هي المية جرام لكل مول. ممكن انت كمان تحفظ اذا بتحبه الحفظ اللي هو الابسلون تساوي A ضرب مولكيولر ويت. فانا الابزوربتيفيتي اللي طلعت معاي في السؤال الاول ضربتها في المولكيولر ويت اعطتني المولر ابزوربتيفيتي. هذا مثال ثاني تقدر انت تجربوا تحلوه لحالكم بنفس الاسلوب. برضو نفس الأمثلة، مثلا في هذا السؤال مول ابزوربتيفيتي اوف جلايكوجين كومبلكس از 0.2 ام ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1. مباشرة انتبهوا انه هذا مول ابزوربتيفيتي ات لايت اوف 450 نانومتر. وات از ذا كونسنتريشن وذ ذا ترانسميتنس از 40% ان ا كيوبيت اوف 2 سنتيمتر. شو يعني ترانسميتنس 40%؟ تذكروا معناتها انها 0.4. فعوضنا هنا بالابزوربنس، الابزوربنس هو اللي يساوي ماينس لوج تي، مظبوط. هذا الماينس الاي ماينس لوج تي ماينس لوج ال 0.4 يساوي مولر ابزوربتيفيتي اللي معطيك بالسؤال ضرب 2 سنتيمتر، بصفي عندي المجهول كونسنتريشن. حط الوحدات عشان تعرف انه لازم يكون النتيجه بالمولر، لانه اختصار الوحدات راح اشيل السنتيمتر مع السنتيمتر، فبصفي هون متر مولر ماينس 1. لازم تروح على الجهه الثانيه لانه الكونسنتريشن هون راح يطلع بالمولر. اتوقع معظم الشعب وقفنا عند هاي المحاضره اللي هي الابزوربنس فاليو. راح تكون هاي اخر سلايد في هاي المحاضره، وان شاء الله ممكن اليوم اعمل كمان محاضره اكمل الباقي عشان تشوفوها وتبلشوا تسألوا من بكرة. طيب هسا تطلعوا هاي القيم اللي هنا اللي هي ترانزميتنس والابزوربنس. هذا الترانزميتنس أعلى قيمة ممكن يصلها ترانزميتنس تذكروا دائما اللي هي 1. فلو بدي أطلع الابزوربنس المقابل 1 فلازم يكون ابزوربنس 0. يعني تخيلوا انه انا عندي هذا السامبل وساقط عليه اللي هو البي، هذا اسمه بي نود، واللي خارج منه بعد الابزوربنس بي. شو معناته انه ترانزمتنس 100%؟ معناته ما في ضوء بيطلع من هنا، معناته الابزوربنس هو الترانزمتنس 100%، الترانزمتنس 100% انه ما في ابزوربنس، انه كل الضوء اللي سقط على السامبل مرق من هنا. كمان مرة اسف، انه البي نود والبي نفس القيمة، يعني البي نود يساوي البي لانه ما في ترانزميتنس، ما في ابزوربنس. هذا معنى ترانزميتنس 100%، انه الضوء الساقط يساوي الضوء الخارج. فهون راح يصير ترانزميتنس يساوي 1 لانه بي تساوي بي نوت. هسا ماينس لوج الواحد راح يساوي 0، فمعناته كمان مره الابزوربنس 0 لانه ترانزميتنس 100%، يعني الضوء اللي سقط على العينه هون ما صار له اي امتصاص فخرج زي ما هو، فصارت البي تساوي البي نوت، معناته ترانزميتنس يساوي 1، معناته الابزوربنس يساوي 0. الآن لو بدي أحط قيم ثانية أقل للأبزوربنس، يعني 0.8 يعني 80% ترانسميتنس، 0.5 0.1 0.01 0.001، نحسب مثلا الأبزوربنس هنا. الأبزوربنس لل 0.8 اللي بحط ماينس، هذا تساوي ماينس لوج اللي هو ال 0.8 يساوي 0.1. كمان مرة ماينس لوج ال 0.5 0.301 ماينس لوج ال 0.1 يساوي 1 ماينس لوج ال 0.01 يساوي 2 ماينس لوج ال 0.001 3. عشان هيك زي ما انتم شايفين تقريبا السكيل عادة في الأجهزة
هو يلا هدول السكيل في الأجهزة عادة بيكون بين صفر لحد ثلاثة، لأنه ثلاثة absorbance شو معنى اختصار معنى كلمة ثلاثة absorbance؟ يعني الترانسمتنس هو 0.001، يعني إذا هاي 0.1 يعني 10% من الضوء مرق، هنا 1% من الضوء مرق، هنا 1 بالألف من الضوء مرق، فواحد بالألف هذا الترانسمتنس يقابل absorbance ثلاثة، 1 بالمئة 2، 1 بالعشرة و10% يقابل أبزوربانس 1، هذا لأنه إحنا حلينا المعادلة ماينس لوج هذا الرقم يساوي هذا الرقم. فتذكروا كثير حكينا عن نقطة إنه الأبزوربانس المناسب عندي بين 0.1 و1. ليش طيب؟ إذا كان عندي هذا الـ 0.1 والعشرة اللي هو هذا 0.1 والواحد absorbance، هذا بيقابله ايش بترانسمتنس 0.1 و 0.8. ليش طيب هذول القيم هي المناسبة والأعلى منها والأقل مش مناسب؟ في حالة لو كان ان انا بستخدم اقل من 0.1 absorbance، يعني في هاي المنطقة يعني بين الـ 0.8 والواحد، كمية الضوء الخارجة قليلة جدا. تذكروا هذا الترانسمتنس، اسف انا عم بضلني اخربط كمان مره، عندي حالتين الـ 0.8 والـ 0.1، الترانسمتنس في هاي الحاله 10%، يعني معظم الضوء امتص. في هاي الحاله 0.8 يعني معظم الضوء مرق، تمام. في حاله انه هاي الـ 10%، ليش مش مناسب الاقل من منها؟ لانه كمية الضوء اللي خارج اللي هو البي صارت اقل واقل، فهذا كمية الضوء القليلة بتأدي لإيرور في الحسابات، فهذا راح نشوفه لقدام. اسمه بيرز لو ليميتيشن، انه بيرز لو على التركيز العالية، يعني كل ما زاد التركيز كل ما زاد الابزوربانس وقل الترانسمتنس. بيرز لو في هاي المنطقة اللي هي تحت فوق الابزوربانس واحد وتحت العشرة بالمية ترانسميتنس لا ينطبق او ما بيكون لينير، هذا راح نتعلمه في المحاضرات الجاي. فكمان مرة، اقل من 0.1 ترانسميتنس كمية الضوء الخارجة اللي هي البي قليلة، فكونه كمية الضوء الخارجة قليلة فالجهاز صار في عنده ايرور عالي في تحديد هذه الكمية، زائد موضوع البيرز لو ليميتيشن راح تشوفوه لقدام. عشان هيك الحد الأعلى الأبزوربانس واحد اللي يقابل 10% ترانسمتنس. الحد الأدنى اللي احنا اعتبرناه 0.1 اللي هو 80% ترانسمتنس، يعني في حال كان 80% أو أكثر ترانسمتنس معناته الفرق بين البي والبي نود قليل جدا، هذا برضو بيعمل لي إيرور في الحسابات، لأنه الجهاز يحسب الريشيو بين البي والبي نود. بس إذا كانت قيمة الـ P قريبة كثير من قيمة الـ P نود، وهاي هي الحالة لما يكون ترانسمتنس أكثر من 80%، يعني فعليا الفرق قليل، فمعناته هذا الريشيو بيصير فيها إيرور في الحسابات، يعني أي خلل بسيط في الجهاز أو في السورس أو في المونوكروميتر بيؤدي لخلل كبير في الأبزوربانس. علشان هيك دائما إحنا بنحكي إنه المناسب اللي هو يكون عندي بين absorbance بين 0.1 لحد 1 اللي هو بيقابله 80% ل10% transmittance، تمام. أرجو أن يكون هذا واضح، لأنه شوي هو جديد عليكم الموضوع، إنه كل ما زاد transmittance اللي هو 80% كل ما أعطاني absorbance أقل، وكل ما قلل transmittance أعطاني absorbance عالي. أكثر من واحد في عندي تركيز عالية، في عندي ايرور عالي في حسابات البي، اقل من الـ 0.1 absorbance بيكون في عندي ترانسمتنس عالي جدا، فالفرق بين البي نوت والبي قريب جدا، فالتحديد الفرق بينهم بصير فيه برضو ايرور في الحسابات. عشان هيك دائما نستخدم هاي القاعدة، احسن absorbance يستخدم في البيرز لو او حتى في السكاننج في الكواليتيتيف، ان يكون بين الـ 0.1 والواحد.
في عندي هنا مجموعه من البراكتس حطيت لكم اياها كامثله، بدي اياكم تبلشوا تحلوا فيها. يعني زي هذا السؤال انه express the following absorbance in term of person transmittance، يعني بدك تتعلم تحول هذا الابزوربنس لترانسميتنس، بدك تتعلم وتستخدم العلاقات اللوغاريتميه، راجعوها على اللي هو log t يساوي ال a. تذكر دائما لما نحط شيء بيكون هذا to the ايش 10. يعني في حال هذا السؤال اعطاني الابزوربنس، كيف يعني ناخذ واحد منهم كمثال، ماينس log t، طبعا هذا السؤال a يساوي 0.042، فهون هذا to the power 10. فعشان اطلع ترانزميتنس تعلموا قواعد اللوغاريتمات، بدي انقل الناقص لهون وبشيل الناقص، هاي اجيب انا من عندي هنا اريسر، اشيل الناقص واحط الناقص في هذا الطرف، صار عندي 10 to the power minus 0.042 يساوي t، فصار 10 to the power minus 0.042 يساوي اللي هو t. فبحل على الآلة الحاسبة، شوف والله الآلة الحاسبة اللي معي موجودة، اللي هي آلة حاسبة 0.042 ماينس، بدنا نطلع انتي لوج، تقطع معي بوينت ان شاء الله ما اكون مخربط، ويساوي ترانسميتنس يساوي 0.907. يعني اذا كتبته هيك او كتبته 90.7% فهو نفس المعنى. السؤال الثاني convert the following transmittance data to absorbance، يعني العكس، انا ما اعطي transmittance كمان مرة، انتبهوا هنا هاي بالبيرسنت، يعني ما راح تستخدم انت 5.38، لازم تعملها كيف، تقسمها على 100، فهاي تساوي 0.538. هاي ما دام فيش بيرسنتج فراح تستخدم مباشرة 0.492، هاي راح تقسمها على 100، هاي راح تقسمها على 100، هاي ما في داعي تقسمها على 100 مقسومة وجاهزة، هاي راح تقسمها على 100. طلعوا على باقي الأسئلة، حاولوا تمارسوا هالأسئلة، لأنه لما يجي امتحان الفيرست والأغلب ظن راح يكون إلكترونيك، راح يكون في هاي الأسئلة قدامكم، في عندكم وقت محدد للإجابة، اعملوا براكتس لحل هاي الأسئلة، وإن شاء الله بركي أنا نزلت لكم برضو أجوبة هاي الأسئلة علشان اللي حلها يعرف إنه صح ولا غلط. برضو هاي الأسئلة من ضمن نفس السياق، اقرأوها وحاولوا حلوها، مش صعبين الأسئلة، لكن إذا ما عملتوا براكتس ممكن إنه وقت الامتحان ما تلحقوا على وقت إجابة السؤال. هيك نكون خلصنا عن شرحنا عن بيرز لو وحسابات بيرز لو. زي ما حكيت لكم الحسابات هاي راح أرجع أنزل لكم الأجوبة عشان تشوفوا حلكوا صح ولا غلط. بداية من الحاضرة الجاي راح نبلش نحكي عن ليميتيشن للبيرز لو، شو يعني ليميتيشن للبيرز لو، مجموعة من مواضيع ثانية بنخلص فيها التشابتر.